جيرمان ده بيتر جيرمان. قلت لي على كام؟ واحد 1200 جنيه. خليه يقول بيشتغل ولا هادي؟ اشتغل؟ ولا شوفوه يسحب ولا ليه ده؟ هو بس عشان هاب المكان. رقم تليفونك كام؟ رقم تليفونك 012 7 2 8 7 4 8 3 0. طيب هو ماسك كويس شعرته حلو. 1200 دي نتاية بكنوا وش مقفول ودول قصيرة وشعرها طويل. على كام دي يا حبيبي؟ 2000 ونص. رقم تليفونك كام؟ 012 012 2 2 6 1 6 1 7 1 7 1 2 4 9 2 4 9 انت اهي ب 2 ونص. واخده طاقه ولا اي حاجه؟ تعالي هنا يلا. شاطرة ايه؟ لا عودي قاعدي. صباح الورد اهو. ده دكر جيرمان عنده 4 شهور. على كام يا صاحبي؟ 1000 ونص. شقي بس رقم تليفونك كام؟ 012 0 808 7723. انت بتوديها عياده خاصه وهنا؟ ماكس فين التطعيم؟ ده اللي هو الديستامبل ده السومين. بيقول هو عنده 40 يوم. عادات البيطرية دي مشهورة. خلاص مش قصدي ما تزعلش. انت يا رد عندها قد ايه؟ 4 شهور. عندها 4 شهور عامله كام؟ 1000 ونص. رقم موبايل حضرتك كام؟
رقم صاحب النتايج 012-621-13553. انا شفت كل مره بتيجي تشاور بس مش عارف بتنسوا على اليوتيوب. تذكر بول ماستيف اسمه رينج ماستيف ولا اللي هو الانجليش ماستيف؟ هاي ده اضخم من من التاني. هو شرس احط ايدي عليه ولا هيزعلني؟ عجب الصراحه هو باين عليه صدره معظم. الصلاة على النبي ده أكبر من كف إيد إن شاء الله. خليه استنى بس وحتى ابو بلهس اقف هنا وجاي على كام يا باشا؟ 3000 جنيه. رقم موبايل حضرتك كام؟ 012 0 1 8 8 3 2 6 5. دكر اورنج ماستر بس عشان ما يكونش رقم هيفتح لك بالتليفون. هو شرس دي لو قبل الارض بحاجه بسيطه. مش انت مصري تركيش؟ جيب من الاخر. رقم موبايلك كام؟ 0. طب على كام الكام؟ 0. ده كان جيرمان ب 1000 جنيه. رقم التليفون مفيش. ده ذكر رد عنده قد ايه؟ صح 4 شهور. ما شاء الله عليه شرس جدا، شرس بالفطرة. عايز في كام يا صاحبي؟ 3000 جنيه؟ كلب ما شاء الله هو في سن المساخة بس شكله حلو والله ما شاء الله. اه كلب جميل يا عمرو بترخص وبتاع ومحتاج كل تحقيقات والرخصة في رقبته. الرخصة ايه في رقبته والله؟ اه رخصته 2019. اه
رقم موبايلك كام يا باشا؟ 012 80 20 5 20 9. قلت لي عايز في كام معلش؟ 3000 جنيه. تهجم بس ما بت عال عال هو عايز نوك ما شاء الله حاجة دبدوبة. يلا بركة بس عشان تنزل البيت. ده حلو فعلا ما شاء الله. ده دخر بالفيديو الحكاية هيطلع خشب قلب. بسم الله ما شاء الله عليك. عايز اجي من الجنب التاني عشان الشمس. يلا بركة حاجة بالصلاة على النبي حسين ما شاء الله لسه عارف 50 ما شاء الله. على كام ده يا باشا؟ 2000 جنيه يا فلان. مش فلوس والله بالنسبة للتقليد ده. رقم تليفونك كام يا حجيجة؟ والله يوم مش ليا الكلب استنى فيها واحده بس يجي خد الرقم 012 08 52 52 6 4 6 6 4 6 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
متى عندها دي؟ دي عندها 45 يوم. الساعة ابنها حلوة. نزلها على تعيش فيها كيف؟ 800 جنيه؟ رقم موبايلك كام يا باشا؟ زيرو كام؟ زيرو 12. زيرو 12 8 7 7 2 3 0 0 6. انت يا حلو عشان مش هنشوف عمرك في مصر. عايزه بس تاكل الشباب. هي عايزه شويه اهتمام. خلي بالك كنت بقى اجمد من كده بيوم. دي انت يا جيرمان؟ انا كنت بحسبها ده اكتر. ايه ده جوليا؟ ده جوليا سكت بنت سكت سكت بنت سكت بنت جلها ما شاء الله جسمها حلو وشعرتها حلو. عايز فيها كام؟ عايز فيها 2 ونص. 2 ونص. رقم موبايل حضرتك كام؟ اديله رقم 012 012 214 214 50 60 134 134. هي شرسة حيوانات بس؟ ايه؟ شرسة حيوانات؟ اه هي اصلا فيتي. فيتي عندها 6 شهور وقاعدة في طرة. 6 شهور. طعامة وواخدة كل الليبر. الله يوسع عليك. هي طعامة وقاعدة في طرة؟ اه دكتور موجود اهو. اسمها جوليا كمان.
وغدا عبارة وغدا وابرة السرعة كمان هتلاقيها مخطوطة. كانت الرخصة بتاعتها بس واقعة منها الرخصة عشان هي لاعبيها في الشارع بتجري ورا القطب في السباق. اللي هي كلها اسود بس اسود سادة. ودن مقصوصة على كيف يا باشا؟ على كيف؟ بس انا بحط السعر على اليوتيوب فلازم الناس تسمع. السعر كام؟ 1.5. رقم تليفونك كام؟ رقم التليفون ما انا بقوله في الفيديو. 01 32 86 53. هو ذكر صح؟ متاية؟ انت يا بدون على كام يا بدون؟ على كام؟ على 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ انت بتقول لي يا حيضة؟ رقم التليفون كام؟ 012 899 13. لحد 13. ما تقول 012 899 73 785. شاية بنت الأمريكي بقى الأمريكي ما شاء الله بقى الأمريكي بس هو اللي أصبح إحنا بنعزله بس والله ما بقى إحنا ولا حتى أنت يا هاسكي ميديم هير يا عدادة سجميلة بسم الله ما شاء الله. على كام يا حبيبي؟ 1000. 1000 جنيه؟ رقم تليفون حضرتك كام؟ ما انا بقوله في الفيديو. انت بتسجل يعني صوت وصوره. 0100 757 2402. هي عندها قد ايه؟ 5 شهور. ده ذكر جيرمان. هو بص مش هيشتغل الا مع صاحبه. انا ايه؟ 6 شهور. عايز في كام؟ 1000 جنيه؟ رقم التليفون كام؟ خليه يقف بس عشان ديله. رقم التليفون كام؟ 012 012 74 74 82
واحد ستة 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 خمسة خمسة. جابوا رومي على طول كل جمعة بيبقى معاه جرو. الجمعة دي لقيته جايب اهو جرو هاسكي السرعة عنها حاجة عسل. رقم تليفونك كام يا حجيجة؟ 012 2 3 82 7 3 2 3. حاجة ابو رامي برضو معاه كلاب تانية غير الكلب ده، في مثلا ده بيتبول بيبقى معاه كلاب تانية. اللي يحتاج كلاب حاجة ابو رامي هو موجود، راجل محترم. الجرو ده عامل 1.5 هاسكي. ذكر جيرمان اهو شورت هير. حلو الساعة النبي. كفوف عريضة وحاجة. وعايز فيه كام؟ ايه؟ 10,000 جنيه؟ ما شاء الله شو لاين واقف على ديله هو. حاجة ما شاء الله يعني 10,000 جنيه. حاج بعد اذنك رقم التليفون كام؟ 012 73 40 57 84. صباح الفل يا حاج. الله يوسع عليك ويرزقك. هو ولد ولا بنت؟ بنت. متايا هاسكي؟ حاجة ما شاء الله. هي مقلقة بس هي دي بقى حلوة. قولولنا ليها إن شاء الله. على كام يا باشا؟ على كام؟ مش ما أنت اديني السيرة عشان بحط على اليوتيوب. بحط على اليوتيوب. طب اديني رقم التليفون. لا ما انا بحطه بالفيديو برضه. 012 820 927 8. ده دكر هاسكي. عايز فيه كام يا صاحبي؟ 2000 جنيه؟ خليه يقف. ذكر هاسكي ب 2000 جنيه. عين زرقاء. رقم موبايلك كام؟ 012 73 ايه؟ 48 56 97. ده كلب بلدي ظهر فجأة مش عارف ليه. دي انت يا بلاكوت. رغم صغر سنها بتهوهو وبتعمل مشاكل.
25 يوم. على كم يا سويس؟ بس بس خلاص خلاص خلاص. هات رقم التليفون كده سوسي. 012 050 3594. خالص كرة الشعر دي على كام الكلب ده صح؟ 400 جنيه؟ رقم تليفونك كام؟ قول رقم رقم الراجل 012 271 3 0 12 271 3 9 9 8 3. كلب لولو ما شاء الله يعني كورة شهر عامل 400 جنيه بس. هو الشمس جامده عليه خلي بالك. فرض دكتور جيرو اهي تعال خد تعطيني يا بتاعش الاول بتاع هو على رجلك من عليه من ورا كده بس كام السعر يا السعر 8000. رقم التليفون 012 7 012 7 08 07 77 465 465.